أو قصيرة أو طيب شكرا. يلا يا ميرال، يلا يا ميرال، أنت يا ميرال، خلينا نشوف. يلا ميرال تفضلي. ميرال شرطت بلعابي. عيب والله. يلا رتب بلعابي وساعد امي. ايه عيب يا الله. طيب خليني اكمل. يلا اوكي، ايش كمان؟ واذا بس خلاص؟ لا لا باقي، وارتب ملابسي. ايوه. وإذا قمت من النوم أرتب فراشي. إيه. بس. طيب، وأنت يا جود يلا. أساعد أمي وأساعد أختي، ومثلا أجيب دفتري أرسم، أو أجيب عبادي، أروح لليوتيوب ناظر إنجليزي، أو أتعلم إنجليزي، أو أناظر القرآن، أو أناظر أي شيء قدي، مو بأشياء ما تصلح لي، أشياء حقت كبار، أشياء ما بزينة. وأنا دائما إذا أحب أو أنا دائما أحب إذا ما كان في شيء أعلم الشغلات. أعلم الشغلات. أعلم زينب. أعلم الشغلات قرآن. لا أعلم زينب. شكرا يا جود، ما ممتازة، يعطيك العافية، وأنت يا عسل. يلا عيب يا خولة، عيب يا خولة. يلا ساعد أمي. إيه كلكم تساعدون أمكم في وقت الفراغ؟ إيه أكيد. ولا تلعبون علي؟ والله شكلكم ما تساعدون امهاتكم وقت فراغ ولا شيء، بس جالسين تنظرون ذا المرايات وذا الكشش، كل واحده زي كشتها. لا صح؟ ها؟ اي يلا سمعينا. يلا يا رنت، يلا انا على المرايات. يلا يا رنت، شو تسوين بوقت فراغك؟ خلوا المايكات، الاسلاك تقول ارحموني تكفون، الاسلاك حقت المايكات تقول ارحموني، فخلوها رجال خاص، قطعت ام اللي جابها، خلوها. يلا رنت خلاص ترى ما ينفع هي. يلا كل شيء ترى خولي. طيب احيانا ايه خلي المايك لا يعني تقدر تسولفون، حركي شعرك، حركي وجهك، لكن لا تلمسون الاسلاك حقت المايك. يمكن ايوه حلو عاد ما شاء الله انت رند خشمك صغير، كل ما حركتي يمكن يصغر زياده. يلا خشمي كبير، انا احب خشمي طيب رفيف. طيب احيانا يلا رد يلا ها شنو يلا اقول احيانا اساعد ماما في وقت الفراغ. حلو. احيانا اطبخ نفسي. يا سلام. احيانا اشخبط اجيب كاسه احط فيها مويه وملح. حلو. شامبو مع كريم. يا سلام. ايوه احيانا العب، احيانا ادرس، احيانا العب، واحيانا لما اخلص دراسه ويكون وقت فراغ اسوي ايش اسمه اسوي ايش؟ ها؟ ايوه انا قلدك ايش اسمه احيانا ايش؟ ايه اذا خلصت وقت الفراغ احيانا اسوي طيب يا فكرة. احيانا طيب احيانا انطط على السرير. ايه واحيانا اروح العب جوالي احيانا. طيب لسه يلا بسرعه ها. ولما ما قلت لك المايك انا سبت المايك طيب عدلتي. طيب يلا طيب احيانا اسوي امنياتي. احيانا اجلسوا نسمع يا بنات، اقول اجلسوا، لا احنا هفكم بذي يلا اجلسوا. يلا ها بعدين واحيانا اسوي امنياتي اللي انا. ليش يا رفيف؟ ليش يا تولين؟ ليش يا تالين؟ يلا اجلسوا. يلا اجلسوا، خلي الالعاب هنا. يلا الامنيات اللي انا اتمناها. ايه ما تسمعيني يا تولين انت اياها؟ ايه اقول احيانا نطلع انا وبابا. ايه يا ميران يلا احيانا
شو اسمه؟ وديها شو اسمه عند الرجال. بس نسلف معك. معك. يلا. واحيانا نطلع انا انا وماما انا وبابا اي مكان زي كذا. خلاص ايه. واحيانا ترى كلامي يطول شويه. ايه المايك يقول لك رحميني تكفين عذبتيني قطعتي راسي قطعتي وجهي. ما راح ارحمك. خليه خليه المايك. خلي المايك الله يعينكم تجيبون مايكات جديده. يلا يلا يا خوي نسمع. وقت الفراغ لازم اصلي واقرا قران ولازم استغفر. اذا كان ما عندي شغل لازم استغفر او لازم اسكتي لا. اعلم اخواني كيف اذا كانوا ما يدرسون اعلمهم كيف يدرسون اعلمهم كيف القراءه. طيب ان شاء الله. واحيانا اساعد امي واغسل مواعين ما اتعبها. حلو شكرا يعطيك العافيه ما قصرتي يا خولة. طيب حنا نشوف بس المشاركات اللي وصلتنا عن طريق هاشتاج برنامج بيتنا الكبير 11. نشوف الهاشتاج ونشوف اللي طبعا حاب يشاركنا اليوم عن موضوع حلقتنا في استغلال الوقت. كيفية استغلال الوقت او احنا كيف نستغل وقت الفراغ عندنا او كيف احنا نستغل الوقت بشكل عام في اي شيء يفيدنا. ناخذ مشاركاتكم جميع الموجودين معانا اليوم واللي يتابعونا في برنامج بنوتات نقول لهم بيتنا الكبير 11 ينتظر مشاركاتكم. نشوف المشاركات اللي وصلتنا بسم الله على هاشتاج بيتنا الكبير عن الوقت. راح نقرا ان شاء الله المشاركات كلها اللي وصلتنا عن الوقت. احنا دائما يا بنات يا رب انهم يركزون معي ان شاء الله اللي من الاسبوع الجاي راح يبقى معي خمسه بس وخمسه يعني خمسه يوم الجمعه وخمسه يوم السبت. ما راح اجيبكم كلكم انتم العشره هذول ينسوا اني اجيبكم كل يوم. انا مخي ضرب. الله يوفقك جبنا لو ميراك كل يوم. اي ان شاء الله بشتري. طيب احنا نشوف بس المشاركات اللي وصلتنا عن هاشتاج عن اهميه الوقت. طيب مريم الفقيه وهي مشاركه دائما معانا في برنامج بنوتات وهي متابعه بشكل مستمر تقول لكم رتب كل شيء حولك في المنزل. رتب كل شيء حولك في العمل او المنزل فذلك يساعدك على استغلال الوقت. وكم ايجابيا اي وكم وكن ايجابيا واستمتع بكل لحظه في وقتك وكل شيء تفعله. هذه مشاركه من عفوا لا انا اي صح هذه مشاركه من مريم الفقيه. وبرضو هذه مشاركه من رهف فواز تقول الوقت يمضي فلا تنسى ذكر الله. كنا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا روحي اي واحده تبغى شيء لا تجي تقول لي انا ابغى شيء روحوا فضحتونا. يلا ها كني قاعد اسولف مع نفسي. طيب فعندنا برضو مشاركه من المشاركات اللي وصلتنا عن طريق هاشتاج البيت الكبير بيتنا الكبير 11. طيب هذه غيمة الذكر تقول تحصنوا بالأذكار فهناك عيون منوثة لا تذكر الله. اللهم اكفنا شر حاسد إذا حسد أذكار المساء. شكرا يا غيمة على هالتذكير الجميل. طيب هذه إيمي تقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. جميل. وبرضو في مقولة ثانية تقول الوقت كإيش ها؟ سيفن. الوقت كايش؟ كسيفن. ايوه. اذا قطعته لا ينقطع. حلو ممتازة وشو؟ الوقت هو إذا قطعته لا ينقطع. حلو الوقت هو إذا قطعته لا ينقطع. هذه مشاركة من الوقت ألين. ألين. علمك هذا الشيء. قطعته لا ينقطع. تقريتي تقرين ما شاء الله. نعم. واضح إنك تقرين في الكتب لك في الكتب صح؟ ها؟ والمعاجم وكذا ايش؟ اقول لك في الكتب تقرين ما شاء الله. لا عادي ما يعني مو كثير اقرا قصص. هذه القصه اللي قريتيها قبل شوي حقت الوقت اذا 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 بتقطعه لا انقطع انقطع حلو لما ينقطع قصدك انت قبل شوي لما ينقطع الوقت اذا قطعته لما ينقطع. ممتازه ممتازه. انا بنتحر يا شيخ بشوف لي هل اطب من فوق الاستديو ولا لا روح فاصل ونرجع بس بعد الفاصل كليب عن أهمية استغلال الوقت ونرجع برابر الله. كيفية استغلال وقت الفراغ. مرحبا بكم يا أصدقائي، اليوم سوف نتكلم عن أفكار بسيطة
لاستغلال وقت الفراغ في العطل وحتى بعد المذاكرة. هيا بنا يا أصدقائي لنرى ماذا يمكننا أن نفعل. الذهاب في جولة لأحد المتنزهات وجمع أنواع مختلفة من أوراق الأشجار أو الزهور وعمل ألبوم لها أو اللعب بالمراجيح، زيارة حدائق الحيوانات والتقاط الصور، المشاركة في صنع بعض الحلويات أو الكعكات السريعة أو الآيس كريم، جمع الأصدقاء أو الأقارب، يتكلم كل شخص عن قصة أو كتاب، أو جعل أحد من الكبار يروي لنا حكاية، عمل مسابقة رسم بين الأصدقاء، أو طباعة كفوف على الورق باستخدام الألوان المائية، أو عمل أشكال بالصلصال. الذهاب إلى مكان مع أحد من الكبار لمشاهدة منظر الغروب. ممارسة الرياضة. كتابة قصة قصيرة أو رحلة قمت بها، أو تزيين وترتيب الغرفة. استغلال بنطال قديم في عمل مقلمة أو محفظة. صنع أشكال من الورق أو صنع دمى وكروت معايدة من الورق والكرتون، أو عمل ملف عن موضوع معين بقصاصات الصحف والمجلات، أو عمل مجلة حائط للغرفة، أو عمل سوارة من مواد مثل المعكرونة أو الصدف أو الخرز، زيارة أحد المتاحف أو الأماكن الأثرية، أو ممارسة هواية جمع العملات القديمة، زراعة النباتات مثل الحمص أو الفول أو البطاطا، أو صنع طائرة ورقية. عمل نشاط تطوعي وزيارة دور الرعاية للأيتام والمسنين. وأخيرا تعلم لغة جديدة. أوفا مرسي بوكو. سنتين بيطبخون مع بعض؟ سنتين بيطبخون مع بعض؟ شلون؟ ها؟ لحظة بس أنا عندي ترى مشكلة في الربيز يعني قاعد. طيب بتطبخون مع بعض أنتم ولا إيش مشكلتكم؟ لا. إنت شو اسمك؟ هيونة. ها؟ هيونة. هيونة وإنتي؟ سمر. سمر، سمر وهيونة ها؟ سمر أنتي مساعدة حقتها ولا وشو؟ لا أختي اسمها شان. شلون؟ أنا أختي اسمها شان. أختك اسمها إيش؟ أختي اسمها شان. ما شاء الله هي طبخة جديدة ها؟ ما شاء الله. يعني شلون أي أنواع الطبخات هذه؟ طبخة. ها؟ طيب تجلسين معاهم إذا ترجع؟ يلا بنات اجلسوا هناك بجيكم الشاشات، يلا بجيكم الشاشات الحين هناك. يلا خليك معاهم هناك ناظرينا بنجيك يلا شوي. خلاص؟ يلا شاطر الله يعطيك العافية. يلا بنات خليكم هناك، خولة خليكم هناك يلا. يلا هيفا هيا شو اسمك؟ هيا معلش هيا شو مجهزة اليوم لنا في الطبخة؟ كويز. ها؟ كويز. ما ارفعي صوتك انا ما قاعد اسمع. كويز. شلون؟ كويز. اقول يلا هناك خلاص. شو تصلحين اليوم؟ كويز. كوكيز؟ كويز. كوكويز. لحظة كوكويز هذا وش الكوكيز هذا؟ كوكيز. كوكيز قصدك؟ كوكيز ولا كوكويز؟ كوكويز. وشو؟ كوكويز. طيب خلونا نروح نشوف اليوم في فقرتنا راح تكون إن شاء الله معانا فيها هيا الخلف مع فقرة المطبخ. أهلا وسهلا فيكم معنا اليوم في فقرة مطبخنا مع هيا الخلف، راح تكون معنا إن شاء الله بتواصل خالتها إن شاء الله في اتصال هاتفي معنا. معنا خالة هيا موجودة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله وأهلا وسهلا فيك معنا.
الله يحييك استاذ فهد. الله يطول بعمرك. احنا دائما لما احد يتصل معانا